السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خلاصة الكلام. معاكم سلمى السيد ومعايا كابتن طارق رياض. أهلا يا كابتن. اهلا بيك يا سلمى. النهاردة معانا ومعاكم شاب في مجال السوشيال ميديا، موسوعة في السوشيال ميديا، سنه 18 سنة. رغم صغر سنه طور من نفسه وحب ان هو يعمل في المجال طفره او يكبر دماغه مع الموضوع بالذات، يعني في مجال السوشيال ميديا. هو مصمم برامج وتامين اجهزه وحمايتها ضد القراصنه وتامين ثغرات البنوك والشركات وتحديد لوكيشن الهواتف المسروقه عن بعد ومكافحه جرائم الحسابات وشركات المعلومات. معانا ومعاكم استاذ عبد الله محمد. اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك يا عبد الله. اهلا بك يا كابتن طارق، شرفت بمعرفتك. النهارده طبعا عاوزين نعرف المشاهد، نديله نبذه عن ازاي، يعني برضو تكلمنا عن السوشيال ميديا، تكلمنا عن التواصل الاجتماعي وطورت من نفسك ازاي، وممكن تعرف المشاهدين. يعني انا طبعا اسمي عبد الله محمد، 18 سنه، في كليه جامعه عماليه في طنطا. فبدات ان انا ابدا من الكمبيوتر اول من 11 سنه لحد دلوقتي. فبدات من الكمبيوتر وبعدين دخلت مجال السوشيال ميديا الفيسبوك، وبعدين بدات ان انا اعمل حسابات وبيجات وبقيت اعمل اعلانات مموله، فلحد ما وصلت في المجال اللي انا فيه دلوقتي. تمام كويس. كويس، اتفضل. طيب بخبرتك كده، احنا عرفنا ان او انا عرفت يعني ان شركه مايكروسوفت اوفيس مش هتصنع تاني حاجه، مش هتنزل يعني ويندوز تاني غير ويندوز 10. ليه بالظبط؟ لان الويندوز 10 هو الويندوز الاساسي بتاعها، فهي اللي عايزاه تمنعك عن الاكس بي وال7 وال8 وبعض الويندوزات، وتنزل لك تخليك تجبرك ان انت تنزل 10. زي تعمل زي شركه ابل كده بالظبط، تنزل لك نظام واحد هو اللي بتاعها مخصص ليها، بتنفرد بحاجه معينه يعني. بالظبط. حتى هي نزلت عندها، لو دخلت انت عندها على الويب قال لها انها منزله، مش هتنزل ويندوز ثاني بعد كده. تمام. هي 10 وهينزل لي تحت نزلت بعد كده. تمام. طب دلوقتي بالنسبه لل، انا معايا جهاز، بالنسبه للهاكر طبعا احنا كلنا عارفين يعني ايه هاكر، وكلنا عندنا مشاكل في اجهزتنا، والموضوع كبير مش صغير طبعا مع الناس كلها. عاوزين بقى نعمل ايه؟ نعمل حاجه ازاي نقدر نحمي اجهزتنا او حساباتنا من الاختراق. يعني ازاي ان انا ما اخليش حد يهكر جهازي؟ بالظبط. هو ندخل الاول في معنى كلمه هاكر. اصلا معنى كلمة طاقة هي معناه زي مختلس أو حرام. لو دخلنا عملنا ترجمة جوجل، عملنا سيرش، هنلاقي معناه كلمة مختلس بالعربي. فبالتالي معنى كلمة طاقة يعني مختلس أو حرام، اللي بيسرق ايميلات والحاجات دي. فاحنا طبعا عشان نعمل حماية عندنا على الجهاز بتاعنا، إذا كان موبايل أو كمبيوتر بتاعنا، احنا ما بندخلش أولا على أي حاجة على لينكات ما نعرفهاش أو أبلكيشن ما ننزلوش عندنا أو موقع، أو ما نفتحش فيديو من أي حد. فهي دي الفكرة. وبننزل البرنامج سكان بيكون عندنا على الجهاز، بيكون حمايه على الجهاز وكده. وبنعمل بعض الخطوات التنشيطيه من خلال الفيسبوك، خطوات الحمايه، وبتبدا تتفعل عندنا. طب ايه الحكمه من كده؟ يعني ايه الحكمه ان انا هكر جهاز بتاع واحد مثلا انا ما اعرفوش واخش في خصوصياته؟ زي سرقه يعني. ايه الحكمه يعني؟ هو طبعا بيبدا يخش عندك، مثلا عايز ملف داتا من عندك او اي حاجه، يبدا يدخل عندك يقتحم جهازك، ممكن يتبع الكاميرا اللي عندك المكالمه، ممكن يعمل اي حاجه من الجهاز بتاعك وانت صور، مكالمات، اي حاجه تخص الشخص. ممكن يفتح الجهاز بتاعك وانت عادي يعني، ويفتح الكاميرا بتاعتك، ممكن يجسس عليك منها من خلالها. يعني ممكن، انت عاوز تقول لي اللي ممكن يبقى معاه جهاز حد يقدر يخش على الموبايل بتاعي يهكره، لازم لينك ولا مش لازم لينك؟ يعني ممكن مثلا يخش كده مثلا يعرف الباسورد بتاعي ضروري يعني، ولا ممكن يخش على اللينك، اخش انا على لينك هو يبعته لي؟ وحاليا بالنسبه للفيسبوك بس مفيش اختراق فيسبوك خالص، استحاله الفيسبوك حد يخترق الفيسبوك دلوقتي. طب ليه؟ ليه اشمعنى الفيسبوك؟ لان طبعا مارك جايب ناس مصروف عليها مليارات، فمثلا مفيش حد يعمل ابلكيشن ينزله ب 5 جنيه وينزله عشان تخترق بيه. في موظفين كبار قوي في شركه الفيسبوك مصروف عليها مليارات، ما ينفعش ان حد يخترق الفيسبوك دلوقتي، استحاله. الكلام ده من فتره ولا قريب؟ لان الكلام انا من فتره بسيطه كان في فيس يعني كذا واحد اعرفه اتسرق منه الفيس. لا، هو الكلام ده من سنه كده. الايميلات اللي بتخترق دلوقتي بتخترق من خلال الصفحات المزوعه. يعني حتى لو انا حطيت باسورد مثلا بسيط، ولا لازم احط باسورد عشان ما يخترقش؟ قصدي يعني لو انا حطيت باسورد بسيط مثلا،
يعني كلمه قليله ممكن يعني زي ما بيجيب لنا كده بتحط باسورد ويقول لك لا ده قوي ده متوسط. هو بالظبط الباسورد ملوش اي علاقه بيه، انت تحط متوسط او حتى 6 احرف بس ده ملوش علاقه خالص. هو ليه العلاقه ان انت لو حد بعت لك لينك بتخش تسجل عليه بيوصلوا الايميل بتاعك والباسورد اللي هم بيوصلوا له عادي. طب انا دلوقتي لو جهازي اتهكر او تمام. اخترق تمام، انا ايه اللي مطلوب ان انا او ايه اللي اقدر اعمله؟ مثلا الاك بتاعك الاختراق او اي حاجه. تمام. في طبعا خاصيه في الفيسبوك انت لو بتخش تعملي، انا نسيت كلمه السر فبتخش تعمليها. لو الجهاز بتاعك اللي انت فاتحه منه الاكونت بيكون متسجل في شركه الفيسبوك في الاي بي بتاعك بتخشي تعملي البريد بتاعك الالكتروني وكل حاجه تمام، هما بيتواصلوا معاكي بخصوص استرجاع الاكونت. بستاذن بس حضراتكم، معانا مداخله تليفونيه. استاذ عبد الواحد، الو الو استاذ عبد الواحد، اهلا بحضرتك. الله يخليك يا فندم، منورنا في البرنامج. الله يخليك، اتفضل تحت امر حضرتك. ليك طبعا بشكر حضرتك والكابتن طارق. ميرسي لحضرتك، ميرسي لحضرتك جدا. ربنا يخليك يا فندم. احنا طبعا بنتكلم على الاستاذ عبد الله. تمام. هو شخص يعني نادر من بعض الاشخاص اللي هم في البلد عندنا هنا، ويا ريت حد يتبنى الاشخاص اللي زي ديت. تمام فعلا، لان وجودهم نادر حاليا. مظبوط، كمان رغم صغر سنه يعني ما شاء الله عليه. لان في كام حاله بالنظام دهوت كانوا كويسين والبلد يعني ما ادتهمش فرصه. صح. ولا لو حد يرعاهم. فبالتالي انا اعرف ناس، انا شخصيا اعرف ناس سافرت امريكا بسبب عدم التجاهل وبسبب التجاهل بتاع الدوله لهم. تمام. فاحنا بنقول يا ريت اي حد يتبنى الشخصيات اللي زي عبد الله وغيره وغيره وغيره، وفي الاف كتير من الشباب فعلا مبتكرين وناس كويسين جدا. يا ريت فعلا يا استاذ عبد الواحد حد يسمع صوت حضرتك يعني يا رب. منبر حضرتك ده منبر اعلامي ممتاز ومحترم، وبتبنى الناس الكويسه فعلا. تمام. طبعا مش اي حد في البلد بيتبنى الناس ديت، فيا ريت يعني اي حد يتبنى عبد الله واللي زي عبد الله يعني. اكيد اكيد طبعا. كل الشباب اللي طالع ده بضم صوتي على صوتك يا هندسه استاذ عبد الواحد، وان شاء الله باذن الله المسؤولين برضو يعني يهتموا بالناس دي شويه. الناس دي طبعا حاجه كبيره جدا وهينفعونا يعني. طبعا يا كابتن طارق. تمام تمام. طبعا يا كابتن طارق، يعني البرنامج بتاعكم من البرامج الممتازه واللي احنا بنتابعها دايما، وبيجيب شخصيات كويسه جدا. ميرسي لحضرتك جدا، ميرسي لذوق حضرتك. ميرسي لحضرتك. شكرا استاذ عبد الواحد، اتفضل. اتفضلي. طيب، في ناس كتير بتسأل هل فعلا نغطي كاميرا الموبايل زي ما بنغطي كاميرا اللابتوب عشان الاختراق؟ هو الكلام ده صح ولا لا؟ بالظبط، هو كاميرا الموبايل لازم تتغطى. يعني حتى الموبايل الشخصي؟ حتى الموبايل الشخصي لازم، في ابلكيشن بتقفل الكاميرا اصلا لوحدها من خلال من غير ما تغطيها ولا من غير اي حاجه. بس احنا عايزين نفهم حاجه برضه. الموبايل اتغطى ازاي؟ برضه مش حد مثلا يركب جهازك فبالتالي ممكن يفتح الكاميرا عندك، ممكن يشوفك كاميرا سيلفي او اي حاجه. طب انا اعرف ازاي اساسا ان جهازي متهكر ولا لا؟ عارف ازاي ان جهازك مخترق او لا؟ في بعض الاكواد احنا بندلك على جهازك حسب الانواع بتاعت جهازك طبعا. جهازك هواوي ليه مثلا ليه كود معين بنكتبها عندك. الكود ده لو جيت اتصل على طول فطبعا جهازك ما بيبقاش مخترق ولا في اي حاجه. تمام. لو فتح لك ابلكيشن يبقى الجهاز بتاعك مخترق. بس كده. تمام. طب ازاي اقدر احمي بقى جهازي من المواضيع دي؟ يعني احمي جهازي ومن اختراق او حسابي؟ احنا طبعا اتكلمنا فيه اللي انت ما بتدخلش على اي لينكات خالص ولا صفحات مزوره لاي فيديو من حد ما تعرفوش. لا خلي بالك عشان بس احنا يعني الدنيا مفهومه. أوه. احنا اتكلمنا عن اختراق الفيس والحاجات دي، انا بتكلم على الجهاز نفسه. الجهاز نفسه هو الجهاز نفسه ممكن يخترقك من خلال لينك عادي او ابلكيشن. ممكن حد يبعت لك ابلكيشن سهله يعني. يعني يا جماعه عشان ما احنا عارفين محدش اي حد. وعلى فكره الموضوع ده انا يعني انت برضو قبل كده قبل الحلقه من فتره فهمتني الحته دي، وفعلا انا يعني في ناس كتير كانت هتعمل الموضوع ده. تمام. انقذتهم من الحته دي. وفي ناس ما سمعوش الكلام وفتحوا لينكات، وبعد ما فتحوا لينكات الجهاز بتاعهم تم اختراقه. بالظبط. انا في كامل فعلا. في ناس بتكلمني بخصوص انها فتحت لينكات وما تعرفش الجهاز بتاعها علق سخن، فانت بالتالي لما الجهاز بتاعك بيسخن يبقى الجهاز بتاعك يعني الزياده بتاعته بالجهاز بتاعك مخترق اصلا، فعليته مخترقه عشان كده بيسخن. يعني لما يسخن الجهاز كده في ايدك مره واحده اعرف ان انت كده مخترق. لا صح مش. ولا ايه؟ الجهاز ممكن يسخن. ما ممكن يكون فيروس صح؟ لا ممكن يكون بيسخن مثلا بطاريه عيب الكلام ده، لكن لو بيسخن باستمرار ويسخن سخونيه عاليه جدا يبقى ده كده يبقى الجهاز فيه جهاز تاني فاتحه.
عشان كده الجهاز البسطوع بتاع الجهاز مش مستحمل فبالتالي بيسخن. يعني الجهاز لما تعوز تقول الجهاز لما تلاقيه سخن كده لوحده يبقى حد مخترقه؟ ومش في كل الامكانيات، ممكن يكون سخنيه بطاريه بس لو سخنيه زياده جدا ممكن يكون بسطوع الجهاز مش مستحمل الحد يدخل عليه. تمام. طب احنا اتكلمنا ان الفيسبوك امن تمام، محدش بيخترقه. الفيسبوك طب هل الفيسبوك نفسه هو اللي بيخترق الاكونتات الشخصيه؟ طبعا لا، الفيسبوك طبعا شركه كبيره جدا وهي نمبر 1 في شركات التواصل الاجتماعي. تمام. طبعا الرئيس بتاع مارك زوكربيرج. تمام. وطبعا شركه الفيسبوك مش ليها سهله ان اي موظف يدخل على اي اكونت، لا يعني دي فيها رقابه وفيها كل حاجه. يعني ما فيش الكلام ده اللي هو بيتداول بين الناس ان ممكن ان احنا مثلا، وكان ممكن يكون في زمان لكن حاليا لا. حاليا لا بالظبط. طيب بالنسبه للحسابات او التطبيقات الشهيره اللي ممكن الشخص يربح منها، تقدر ترشح لي كده تطبيقات معينه؟ يعني مثلا لو جينا على المواقع، المواقع بالنسبه لليوتيوب، اليوتيوب موقع كويس جدا وبالتالي بيديك ربح كويس على جوجل ادس ويديك اعلانات وكل حاجه كويسه. طب ممكن بقى تكلمني عشان برضو المشاهد، انا عندي قناه على اليوتيوب، انا عندي قناه على اليوتيوب، القناه دي انا مش عارف اكسب منها ازاي براحه كده، يعني عاوز المشاهد برضو، عايزين نفهم المشاهد اللي هو البسيط اللي عنده قناه ولسه ناشئها، عاوزين نعرف بالظبط كده تفصيليا نكسب منها ازاي الربح منها. يعني الربح مثلا انا اللي انا اعرفه او ايه هي التطبيقات اللي ممكن تربح؟ ايه التطبيقات؟ هي تطبيقات اللي هي مثلا اللي بيحب الرقص والكلام ده عنده تيك توك. تمام. طبعا اللي بيحتاج مثلا يعمل بيج مثلا اعلانات او الكلام ده ممكن يعمل بيج، البيج مثلا لو بيعلى ممكن تيك توك واللايك دلوقتي يعتبروا نمبر 1 اساسا على كل التطبيقات. بالظبط، حتى في الدول الاجنبيه مش هنا بس، يعني على مستوى العالم. على مستوى العالم. يعني انا مثلا اللي انا اعرفه اللي انا تقريبا 4000 ساعه، 4000 ساعه او 4000 ده الشرط الاول فعلا. صح كده، 4000 مشاهده. 4000 مشاهده ساعه مشاهده و1000 مشترك. و1000 مشترك ده مثلا ربحه كام؟ لا ده مش ربحه كام يا كابتن، هو ما انا عاوز افهم بصراحه. انا لا، هي الجزئيه دي هيكلمنا عنها استاذ عبد الله، بس دي مش ربحه، ده شرط من شروط اليوتيوب ده، شرط من شروط ان انت بتفعل القناه علشان تفعل القناه ويبتدي ينزل عليها الاعلانات، ويبتدي ينزل عليها الربح والاعلانات. طب احنا عاوزين يا جماعه برضو نفتح المكالمات عشان خاطر اللي عاوز يسال يسال. معانا مداخله تليفونيه، معانا حبيبه. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. اهلا، انا كنت عايز اسال استاذ عبد الله على الانستا وكده، حاجه في الانستا. اتفضلي معانا. اتفضلي يا استاذ حبيب. طب دلوقتي انا كنت عايز اسال على ان انا مثلا ايه؟ سامعين حضرتك؟ سامعين. سامعين معاك يا استاذ حبيب، معاك استاذ حبيبي. اتفضلي. عايز اسال عن الانستا، ان انا برنامج اكبر الفولو، عايزه تزود الفولو على الانستا. بالظبط، هو في برامج فيك بتقدر تزود من عليها فولو بس ما تبقاش ليها لازمه. الفولو ده انت اللي بتجيبيه، حسابات وهميه يعتبر، بيكون حسابات وهميه وبالتالي ممكن الاداره بتاعت الانستا ممكن تقفل لك الاكونت بتاعك. ممكن يعرفوا لحد مثلا اختارك الاكونت ممكن يقفلوه ويشيلوا لك الحاجات دي تاني، فما بتبقاش ليها اي لازمه خالص. طيب شكرا لحضرتك. شكرا. استاذه حبيبه نورتينا بالاتصال بتاع حضرتك. طيب دلوقتي بما اننا دخلنا في موضوع اليوتيوب والحاجات دي، احنا عارفين طبعا ان الشرط اللي هو الاساسي بتاع ال 1000 مشترك كل 4000 ساعه ده اساسي على القنوات كلها. في ناس كتيره ما بتيجي تفتح القناه ما بتبقاش عارفه تعمل المحتوى ايه، فايه المحتوى الهادف؟ لان احنا عارفين طبعا اللي طالع كتير قوي اليومين دول وغير هادف اساسا، يعني هو زي ما بنقول ايه، اللي طلع طلع الاول وخلص الجديد اللي طالع مش عارف يطلع. هو طبعا شروط ان انت تفتحي قناه وتحققي ربح فيها وتكسبي منها، فدي مثلا بيكون لها بعض الشروط. اول حاجه تضيفي صوره مصغره للقناه، ثاني حاجه تضيفي وصف كويس على الفيديو، ثالث حاجه تضيفي اسم يشد الناس اللي هو يدخل الفيديو. صح. تمام. طبعا في بقى المحتوى اللي انت بتتكلمي عنه وده بتكون ليك انت. مثلا بتحبي ايه؟ بتعملي محتوى عنه، تقنيه، معلومات، الكلام ده تحبي تعملي معلومات، منوعات، طبخ، فده بيكون ليك انت. انا ما اقدرش اقول لك حسب المحتوى الشخصي. انا ما اقدرش اقول لك انت افتحي يوتيوب ايه. احنا بنقول مش نقول نفتح لا انا اقصد ما اقدرش اقول لك تتكلمي عن ايه. ايوه بالزبط. المحتوى اللي هو المفروض يعني بيظهر اكتر، بيتفاعل عليه المشاهد اكتر. هو طبعا في بعض الحاجات بيتفعل عليها المشاهد، طبعا التقنيه، معلومات، الحاجات دي ممكن يتفعل على اليوتيوب طبعا. تمام. مشروعين الكلام ده بيتفعل عليها اكيد يعني. طب معانا مداخله تليفونيه، معانا شهد. السلام عليكم. سلام، ازيك
استاذه سلمى. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه شهد. اهلا بيكي يا استاذه حسن طارق، والبرنامج كويس ده ان هو بيقدم لنا برنامج كويسه جدا. الله يخليك يا شهد، ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك، شكرا. الله يخليك، وانا بشجع ان الدوله تاهلهم وانهم تديهم مواقف كويسه وانهم يتقدموا في المجال اللي هم فيه، علشان ده هيفيدنا وهيفيد المجتمع كله. فعلا فعلا نشجع الشباب اللي طالعه فعلا في السن الصغير ده، ليه هو ولغيره. وشجع الشباب يكتشفوا حاجات ويوصلوا عشان نستقبل مجتمعنا ونوصل لمجتمعنا الى القمه طبعا. تمام تمام فعلا. عند حضرتك سؤال؟ لا شكرا. ميرسي ميرسي لحضرتك جدا. طيب عبد الله، في طبعا كلنا عارفين شركه ابل. بالظبط. ليه شركه، انا معلش كنت عاوز بس قبل ما تكملي السؤال بتاعك. اتفضل. كان في، عشان افصل بقى موضوع اللي هو اليوتيوب، حاجه مهمه قوي. تمام اتفضل. هما حاجتين يعني، ليه مفيش تقنين لليوتيوب؟ يعني كله بينزل، اي حد بينزل اي حاجه. يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني اي حد بينزل مثلا مواقع. مفيش ليه مراقبه في الموضوع ده يعني؟ بالظبط. هو في ناس بتقدم دلوقتي بوقت كتير على اليوتيوب، وشغالين على الموضوع ده في سلسله اليوتيوب، وشغالين على الموضوع ده هم بيحسفوا مثلا الفيديوهات اللي هي خارج الاساس في اليوتيوب، فبالتالي بتتحسف. يعني انت لو نزلت فيديو دلوقتي هتحسف، الكلام ده نزل اللي هي بتاع اسبوعين، فلو نزلت فيديو خارج اساس في اليوتيوب هيتحسف على طول تاني يوم او تالت يوم. مش هيفضل على القناه. مش هيفضل على القناه بالظبط. في كمان صح جزئيه قبل ما نختم الجزء بتاع اليوتيوب ده. في ناس كتير بتسالني، احنا لما بنيجي مثلا نعمل فيديو وبناخد نركب عليه اغنيه او قران او صوت خارجي، ليه بيجي عليه حقوق تبع ونشر؟ عشان مثلا عايز التفعيل بتاعه، فانت بالتالي ممكن تدفعي حقوق النشر علشان بيكون الفيديو غلط او سياسه غير سياسه اليوتيوب. ففي كذا حاجه يعني، ما اقدرش اقول لك حاجه كده واحده. اوكي. طيب اسال سؤال يا كابتن، ولا اخر حاجه؟ انا اخر حاجه عشان افصل، بس انا عاوز افصل الجزئيه دي مهمه قوي. اتفضل. انا في ناس كتير عندها بيدج. تمام. والموضوع ده على فكره اتكلمنا فيه كتير جدا مع ناس على الفيسبوك. بيدج. يعني انا مثلا عامل بيدج رياضي. انت معاك مكالمه ولا حاجه؟ لا لا اتفضل. البيدج الرياضي في ناس تقول لي ده عليه ربح، وناس تقول لي معلوش ربح، فانا مش عارف اصدق مين. هل فعلا البيدج ده بالعدد مثلا معايا مثلا حوالي 10,000 30,000 حسب بقى ايا كان الارقام، هل بيبقى عليه ربح ولا معلوش ربح؟ ده بالنسبه للبيدج، انا ما بتكلمش على الرياضي يعني، كرياضه كاي بيدج، اي نوع من انواع اي نوع يعني من المحتوى يعني. والبيدج دلوقتي يعني، كان زمان ما كانش فيه ربح في الفيسبوك خالص، دلوقتي طبعا في ربح للفيسبوك في البيدجات. انت بتنزل بيدج بيجيب مثلا لايكات فوق مثلا ايه 20 كي مثلا، ويبدا يديلك الربح بتاعك زي ما الفيسبوك بيحسبه لك. يعني مثلا يحسب لك مثلا حسب الكومنتات واللايكات اللي عندك، ولو في شيء ممكن يحسبها لك، وده كله بيحاسبك عليها. طب مش حد بيحاسب لي ليه؟ انا عامل بتاع نص مليون مشاهده في حاجه زي كده معينه. ممكن ما تكونش مثلا مفعل الحكايه دي من سلسله اليوتيوب، ممكن ما تكونش فعلت الربح على البيج بتاعت الفيس فعلا. سلسله الفيسبوك. انا على فكره بتقدم طلب، ولو مثلا عايز توثق، لو هو نص مليون ممكن توثقه، فدي حاجه كويسه جدا. تمام. ممكن توثق البيدج. ارجع الجا لمين يعني مثلا في الفيديو؟ على فكره انا بتكلم عشان في مشاهدين ما يعرفوش بالتفاصيل. اتفضلي. طيب بنقول شركه ابل معروفه طبعا. تمام. على مستوى العالم. اكيد. ليه هي الوحيده اللي بتشتغل بنظام الاي او اس؟ طبعا نظام الاي او اس هو المنتج الاساسي بتاع شركه ابل، شركه سوفت وير. هي اللي بتعمل المنتج بتاع النظام بتاعها، مش بتيجي مثلا شركه ثانيه تعمل لها. زي مثلا الاندرويد. الاندرويد ده مشروع كل الناس الشركات بتستخدمه، زي هواوي واوبو ونيكسو وكل الشركات. هي منفرده بالنظام ده، ليها هي لوحدها. بالظبط. لان النظام ده بتاعها، ما ينفعش انها تديها لحد تاني، هي اللي بتصممه وهي اللي بتدعمه، فما ينفعش انها تدي النظام، مش زي الاندرويد. فهي مختلفه طبعا عن الشركات كلها، وهي طبعا نمبر 1 في كل الشركات. تمام. طيب حضرتك دلوقتي طبعا اسم برنامجنا خلاصه الكلام. بالظبط. تمام كده، عايزين نطلع خلاصه الكلام للمشاهدين عشان نعرف ايه اللي المستفاد من حلقه النهارده. وبالزبط. بالنسبه اوضح لك النقطه اكتر. بالنسبه مثلا ان انا بحمي، عايزه احمي اسرتي من او ابني او بنتي من الاختراق. وبالظبط. لما ما تعوز مثلا تحمي ابنك او اسرتك من الاختراق، فانت بالتالي بتنزل فيه بعض الابلكيشن اسكان وكده بيفضل على الجهاز، بس ما يقدرش ان هو يحميك من اللينكات، هو بيحميك من الاختراق عن بعد. تمام. لكن ما يقدرش ان يحميك من اللينكات او الابلكيشن لما حد ينزل لك ابلكيشن ويخترقك.
طبعا عشان حد ينزلك ابلكيشن لازم يمسك موبايلك، فما ينفعش ان هو يختارك بالابلكيشن عن بعد. تمام. اتفضل يا كابتن، عايز تساله حاجه؟ انت معاكي مداخله، شكلك في حاجه. لا لا مش مداخله ولا حاجه. طيب اخر حاجه، الايفون ليه سعره عالي؟ طبعا الايفون له سعره غالي عشان من نظام اي او اس طبعا، ومش التطبيقات بتاعته زي الاندرويد خالص، يعني بيتصرف عليه، وفي طبعا موظفين كتير قوي مصروف عليهم مليارات عشان يشتغلوا في الشركه بتاعت الابل. تمام. فعشان كده الايفون سعره غالي في بعض الحالات، فالاندرويد مش زي الايفون. فطبعا مش هتجيب مثلا شركه ابل زي شركه اندرويد، مش مقارنش ابل ما بين الشركات التانيه. تمام. طيب في النهايه احنا سعدنا بلقاء حضرتك، وطبعا مبسوطين مبسوطين ان انت معانا. تمام، ربنا يخليك. في بس سؤال بسيط كده قبل ما نختم علشان الساده المشاهدين يبقى الموضوع واضح قدامهم. هل فعلا في برنامج بنزله على الجهاز بتاعي اقدر احمي بيه تليفوني او اللابتوب علشان ما يخترقش او يتهكر؟ وبالظبط انا لسه مكلمك في النقطه دي، لو انت ممكن تنزلي ابلكيشن عندك فبيحميك، لكن بالتالي ما بيحميكش من اللينكات او لما تدخل على الفيديو او صور او الكلام ده، هو ما بيكونش مسؤول عنك. طب في يعني اقصد برنامج بعينه وليه اسم ان انا اقدر انزله؟ في بعض البرامج السكان ممكن تنزلها زي افاست الحاجات دي، وبتعمل لها شويه خطوات كده من جوه حسب السيستم بتاع الجهاز بتاعك. دي تحمي للتليفون فقط ولا اللابتوب والكمبيوتر؟ في بتحمي لك اللابتوب والكمبيوتر نفس البرنامج افاست، وفي افيجا، وبعض برامج السكان موجوده ناس كتير. يعني انزل عامه برنامج سكان يكون مثلا قوي، يكون مثلا والمعالج بتاعه يعرف يشتغل على المعالج بتاع الجهاز بتاعك اذا كان ويندوز او يكون مطابق موبايل. المعالج بتاع البرنامج نفسه تقصد؟ مع المعالج بتاع التليفون بتاعي او الجهاز. طب حضرتك يا كابتن عايز تقول له حاجه؟ لا انا طبعا خلاص، احنا كده يعني اتشرفت بيك بصراحه. الله يخليك يا استاذ. ولازم يبقى لينا حلقات. اكيد طبعا، مش حلقه واحده مش هتكفي، المواضيع دي محتاجه حلقات. خلاص. شكرا سلمى. تمام، هو بس في معانا سؤال على طول، ازاي نأمن او نحمي حساباتنا؟ ازاي نأمن او نحمي مثلا الفيسبوك بتاعنا؟ مش عايزين يخرجوك من الحلقه يعني. هم مبسوطين بحضرتك. الله يخليك. ازاي طبعا نأمن الحساب بتاعنا؟ ان انت بالتالي مثلا بتخش على سيتنج في الفيسبوك. تمام تمام، بنفعل وضع الحمايه على الخلفيه على الشخصيه بتاعتنا. زي الصوره اللي هي بتاعت الصوره بتاعت الحمايه. الخلفيه اللي على الحمايه. وبالتالي ان احنا بنضيف طبعا اكتر من بعيد الكتروني الواحد، وبنضيف مثلا رقمين تليفون في الحساب ده في الاعدادات اللي هي الخصوصيه مثلا بتاعت السيتنج في الفيسبوك. بالظبط. اول حاجه ان انا بحمي الصوره بتاعت البروفايل. تمام. تاني حاجه، تاني حاجه طبعا بنعمل تنشيط عمليه التحقق، فدي بالتالي لما حد بيفتح الاكونت فبيجي لك رمز على الاكونت بتاعك، لو الجيميل بتاعك البريد اللي انت ضايفه. ان انا مثلا لو حد ان هو لازم من يكتب الرمز عشان دخل يفتح. دخل على حسابي يبعت لي رساله على رموز الأمان. على الرقم بتاعي من رموز الامان. بالظبط. طيب احنا كده عرفنا بتهيألي كل الامان، ان احنا يعني نحافظ على حساباتنا، نحافظ على اكونتاتنا الشخصيه. وفي الاخر بشكر استاذ عبد الله، نموذج مشرف طبعا. العفو طبعا. مبسوطين بيه بوجوده معانا، وبشكر كابتن طارق. شكرا طبعا. سلمة. اتفضل. شكرا سلمى، شكرا عبد الله. طبعا احنا كل ما ننهي الحلقه يكلمونا، عاوزين اسئله. عايزين اسئله، مش يعني مش عاوزين يخلصوا الحلقه ان شاء الله. مش هينفع حلقه واحده. ان شاء الله. شكرا، ميرسي لحضرتك جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.